أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، هذا شهر الصيام، هذا شهر القرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. والأجر عظيم لقارئ القرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولقارئ القرآن المنزلة العالية عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك يحسد الإنسان، لا يحسد بمعنى الغبطة، لا يحسد إلا قارئ القرآن، لا يحسد إلا من بيدهم مال لينفق في سبيل الله عز وجل. والأجر عظيم كما بيّن عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا شهر الصيام، شهر القيام، شهر القرآن. ومع السؤال الخامس من مسابقة رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال يقول: صحابية جليلة إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، صحابية جليلة إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هي أم المؤمنين رضي الله عنها، عرفت بالصوامة القوامة، عرفت بالصوامة القوامة. فمن هي؟ رضي الله عنها ورحمها الله. ولا لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إن أول بيت الندى سأروي به قافلات المدى، نعم إن أول بيت الندى سأروي به قافلات المدى، وأجعل منه سيول الشتاء وأجعل سيول الشتاء ليورق فيها حصون العدا، وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا، وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا، أسير وكل رياح.